السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير وأهلا وسهلا بكم جميعا في جنة الإسلام يقول الله عز وجل في محكم آياته سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير شهر رجب ورحلة الإسراء والمعراج تأتي من ثاني تحرك قلبي واشجاني غردت الطيور وفاحت رائحه الزهور تهنئ الزهراء البتول بمسرى ابيها الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. شهر رجب هو شهر الاصم وهو شهر الخير وهو شهر الذره وكل عام وانتم بخير ارحب بضيفي الكريمين العزيزين الغاليين فضيلة الدكتور أحمد سمير الأزاري دكتور السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله منورنا ومشرفنا بارك الله فيك كل عام وحضرتك بخير وأنتم بالصحة والسلامة والعافية أرحب بضيفي الثاني فضيلة القارئ الشيخ محمد حشيش وهو من أهل القرآن وأهل الله وخاصته الذين يدخلون دولة التلاوة بثبات وثقة مولانا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته منور جنة الإسلام منورك والله يا أستاذ محمد ربنا رب يكرم حضرتك يا رب الله يكرمك يا رب الله مشاهدينا الكرام شهر رجب كما هو شهر الزرع وشهر الخير وشهر البركة وشهر الأصم فهو شهر الذكرى العطرة ذكرى الإسراء والمعراج هذه الذكرى تحتاج منا إلى وقفة بل إلى وقفات لكن دعونا نفتتح هذه الحلقة بتلاوة قرآنية مباركة جهزوا النفوس وجهزوا القلوب وجهزوا الأسماع هيا بنا نستمع إلى تلاوة من الذكر الحكيم بصحبة القارئ الشيخ محمد حشيش مولانا تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم وَلَئِنْ صَبَوْتُمْ لَهُ وَخَرْ

ao posso... consolar جزاك الله كل خير. اللهم أمين واياكم يا رب. امين. آه دكتور من خلال هذه الايات التي تلاها علينا الشيخ محمد آه نقدر نقول ان رحله الاستراء والمعراج يعني اعظم من ان تكون معجزه. آه جاء سيدنا جبريل الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكرت دعوه آه لزياره السماء. وعندما كان النبي صلى الله عليه وسلم نائم في بيت مهانئ في شعب ابي طالب. وكانت الدنيا في الوقت ده مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت شديده جدا وفي قمه الشده ياتي الفرج من عند الله عز وجل كما صدق الله عز وجل في القران حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. قبل ان ندخل في موضوع الحلقه هل لفضلتكم ان تحدثون عن المعجزه؟ ايه هي المعجزه؟ بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله صلى الله, عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين أمين رب قبل أن ندخل في موضوع الحلقة أريد أن أنبه على شيء نعم تردد يعني يتردد كثيرا على ألسنة الناس إذا أراد أن يدعو لإنسان فيقول له مثلا الله يبارك فيك يا رب هذا لابد من التنبيه من مثل هذه الكلمات لماذا؟ كلمة يا رب في نهاية الدعاء تجعل الضمير يعود إلى الله كأنك تدعو الله لنفسه بالبركة أو بالشفاء ونحو ذلك نعم فينبغي أن ننبه لهذا جيداً لأن هذا مما تعود عليه الناس والإنسان مع التدريب ومع الوقت ينتبه بعد ذلك إن شاء الله تعالى هذا الأمر أو وقبل أن نتكلم يعني أحسنت في السؤال قبل أن نتكلم عن الإسراء والمعراج لا بد وأن نتكلم عن المعجزة تعريف نعم. المعجزة نعم. ليه لانه كثير من الذين ينكرون بعض ما ينكرون المعراج او الاسراء ونحو ذلك ما فهموا معنى المعجزه لانه اذا اتضح بالبيان خلص يزول الاشكال نعم فالمعجزه عرفها العلماء قالوا هي امر خارق للعاده فكثير من الناس يقول لك دي حاجه ما يصدقهاش العقل ما هي امر خارق للعاده المعجزه هي امر خارق, خارق للعاده نعم. يجريه الله ايوه على يد مدعي النبوه يعني ال الذي ياتي يقول انا نبي الله هذه المعجزه هي دليل صدقه نعم فيجري الله عليه هذا الامر م. لاي شيء تأييدا لدعواه تصديقا له نعم. لان المعجزه بمقام كان الله يقول صدق عبدي فيما يبلغ عني فلذلك ايدته بهذه المعجزه يا سلام فالمعجزه هي امر خارق للعاده يجريه الله على يد مدعي النبوه تصديقا لدعوه نعم. موافقه للدعوه م. ليست مخالفه لها كما حصل مثلا مع مسيلم الكذاب م. حينما قالوا له ان من معجزات النبي عليه الصلاه والسلام انه رد عين قتاده الى مكانها لما م. سالت على خده نعم. فجاءوا له برجل اعور فوضع يده على السليمه فطمست نعم. صار لا يبصر طيب. فتكون موافقه للدعوه سالمه من المعارضه بالمثل يعني سالمه من المعارضه بالمثل يعني لا يستطيع القوم الذين هم يعني ضده ونحو ذلك لا يستطيعون ان يتحدوا لا. كما حصل مع سيدنا موسى وفرعون جمع له السحره لا. ارادوا ان يتحدوا فرعون لان السحره يعارض بسحر مثله لا. أما المعجزة لا تعارض لأنها تأييد من الله تبارك وتعالى ونبينا عليه الصلاة والسلام هو أكثر الأنبياء معجزات قال الشافعي يعني حصل له كما ورد عن الشافعي ما أعطى م. الله نبيا معجزة إلا وأعطى سيدنا محمدا مثلها أو أعظم منها لذلك قال بعضهم إن كان موسى سقى الأسباط من حجر فإن في الكف معنى ليس في الحجر حينما نبع الماء من بين أصابعه الشريف هذه معجزة للنبي عليه الصلاه والسلام، سيدنا الأنس يقول فرايت الماء يفور من بين اصابعه. نعم. ان كان موسى سقى الاسباط من حجر فان في الكف معنى ليس في الحجر. ان كان عيسى برى الاعمى بدعوته فكم براحته قد رد من بصري صلى, صلى الله, الله عليه وسلم. وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. طيب يبقى المعجزه زي ما عرفناها هذا تعريف المعجزه. طيب م. اخذ من كلام فضلاتكم آه المعجزه امر خارق للعادة نعم. يجري الله على يد النبي صلى الله عليه وسلم من الانبياء كيف كانت الاسراء وما الحكمه من الاسراء نعم ومن المعجزات العظيمه التي حصلت لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معجزه الاسراء والمعراج نعم والاسراء ثابت بنص القرآن الكريم كما قرأ فضيلة الشيخ محمد م. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى م. يبقى الإسراء ثابت بنص القرآن طيب المعراج لذلك المشككين وال يعني الذين يتبعون المستشرقين و يعني في كل زمان يوجد مشككين ومكذبين من ايام النبي عليه الصلاه والسلام الى يومنا هذا نعم. فلذلك دائما ياتون الى الحديث عن المعراج يشككون في المعراج او ينكرون المعراج او نحو ذلك فنقول لهم ورد في... بالنسبه للمعراج ورد في القران ما يكاد يكون صريحا <applause> يعني وردت الإشارة في القرآن إلى المعراج وورد فيه ما يكاد يكون صريحا كقول الله تعالى ولقد رآه نزلة, نزلة أخرى, أخرى عند نعم. سدرة المنتهى سدرة المنتهى أي في نعم. الأرض أو في السماء في السماء فهذا إشارة إلى المعراج نعم. وكذلك ثبت المعراج بنص الأحاديث الصحيحة التي وردت وبإجماع الأمة المحمدية لذلك من أنكر الإسراء يكون لا يكون كذب القرآن ومن كذب القرآن لا يكون مسلما نعم وبالنسبة للمعراج بعد ان يكون تعلم ان هذا ورد في القرآن والحديث ونحو ذلك ثم انكره بعد ذلك هذا ايضا يكون كذب ما ورد في القرآن والسنة ومن كذب القرآن والسنة هذا لا يكون مسلما فهذا بالنسبة للإسراء والمعراج والإسراء هو السير ليلى الإسراء هو السير ليلى نعم طيب طالما هو الإسراء السير ليلى لماذا قال في الآية اسرى بعبدي ليلا قالوا هذا للتاكيد 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 نعم ولبيان المعجزه حل. ان الذي حصل لم يستغرق كل الليل بل استغرق جزءا من الليل م. وبرضو لابد ان يعلم الجميع اننا نتكلم عن معجزه اننا نعم. نتكلم عن معجزه فالاسراء والمعراج, والمعراج هذه معجزه حصلت لنبينا عليه الصلاه والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام كمان في الآية لماذا لم يقل سبحان الذي أسرى بنبيه قال بعبده ورد في بعض الآثار أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغ السلام. الدرجات العلا قيل له أوحى إليه ربه بما أشرفك يا محمد فقال أن تنسبني إلى نفسك بالعبودية فأنزل الله قوله سبحان الذي أسرى بعبده أي سيدنا محمدا صلى الله عليه صلى وسلم, الله عليه وسلم. ف والاسراء حصلت فيه عجائب وغرائب نعم لما من بدايه من لما كان في بيت ام هانئ وكان بين عمه حمزه وجعفر وكان بين بين حمزه وبين جعفر في بيت ام هانئ كان نائم بينهم قال ففرج سقف بيتي يعني نعم. نزل جبريل فقالوا لم يتهدم البيت لاننا نتكلم انفرش. عن معجزه نعم حصل نعم. الانفتاح ثم اخذه وشق صدره الشريف، ليش شق صدره للمره الثانيه؟ المره الاولى لما كان طفلا في السادسه الان قالوا ليقوى على مشاهده العجائب والغرائب لذلك المقصود من المعراج والاسراء ليس النبي لم يعرج به حتى يقابل الله في السماء الله سبحانه وتعالى لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمن اذا ما المقصود من المعراج المقصود من المعراج كما ورد في الايات لنريه من اياتنا يعني هيرى ايات نعم الايات نعم. العظيمه نعم عظيم قدره الله سبحانه وتعالى وعظيم مخلوقات الله تعالى طيب. فلنريه من اياتنا فالمقصود من المعراج هو تشريف النبي باطلاعه على عجائب العالم العلوي يعني نقدر نفهم من كلام فضلاتكم ان الاسراء والمعراج كانت نقطه تحول في في يعني في تاريخ الدعوه نعم الاسلاميه نعم ويعني وجزاء للنبي صلى الله عليه وسلم انه صبر على الكفار نعم وكان الدعم نفسي ايضا أكيد للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كانه يقال له ان كان اهل الارض قد جفوك وأذوك نعم فان اهل السماء في انتظارك ويعني في استقبالك وتشريفك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم دكتور <applause> لماذا اختار الله عز وجل بيت المقدس بالتحديد ليسر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. كان بيت المقدس لما حصل من مكه من بيت الحرام الى المسجد الاقصى لبيان الارتباط بينهما بين المسجد الحرام والمسجد الاقصى م. وجمع الله كذلك له النبيين في المسجد الاقصى م. لاي شيء هنا قال العلماء لبيان فضل سيدنا محمد على سائر النبيين، الأمر الثاني تشريف وتأييد ونصرة وتمكين للنبي عليه الصلاة والسلام كذلك فيه اشاره الى ان كل الانبياء جاءوا بالدعوه الى دين واحد الى دين الاسلام العظيم نعم. بالدعوه الى عباده الله الواحد الاحد من غير اشراك وكما بينا في حلقات سابقه ان الاختلاف بينهم يكون في امور الشرائع في الحلال والحرام والعبادات ونحو ذلك فالله يحل ما يشاء لمن يشاء وقت ما يشاء سبحانه وتعالى لحكمه يعلمها سبحانه وتعالى فجمع له النبيين وهذا تصديقا للميثاق الذي اخذ على الأنبياء والمرسلين قبل ذلك كما قال الله تعالى وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين قال ابن عباس ما بعث الله نبيا يعني قبل سيدنا محمد م. إلا وقد أخذ الله عليه العهد والميثاق أن لو بعث محمداً وهو حي أن يؤمن به وأن يتبعه وأن ينصره صلى الله عليه وسلم. وما من نبي إلا وقد أخذ على قومه العهد والميثاق أن لو بعث محمداً بين ظهرانيهم وهم أحياء أن يؤمنوا به وأن يتبعوه وأن ينصروه لذلك سيدنا عيسى المسيح عليه السلام رفعه الله والآن في السماء الثانية يعبد الله مع الملائكة م. لما ينزل في آخر الزمان لا يتعبد على شريعته هو التي جاء بها إنما يتعبد على شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يبقى الله عز وجل اختار بيت المقدس بالتحديد لأنه أراد أن يعني يظهر الحق. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو عرق به مباشرة من مكة إلى السماء. نعم. آه أهل مكة لا يعرفون أي شيء نعم. عن السماء. لكن هم يعرفون المسجد الاقصى المسجد الاقصى وبين رحلات ونحو ورحل ذلك لذلك لما قال لهم قالوا له كيف نحن ناتيه شهرا؟ آه. انت تقول اتيته في جزء من ليله سفه لنا يا محمد نعم ولذلك أسلام. وهنا يعني ننظر الى سيدنا ابو بكر رضي الله عنه حينما لا. قالوا له اخبروه بما حدث به النبي عليه الصلاه والسلام فماذا قال لهم؟ لم ينتظر لم يقل لهم انظر هل قال او لا قال لهم كلمه ان كان قد قال فقد صدق نعم قبل ان تعرف قال اصدقه في اعظم من ذلك في نعم. خبر السماء وبها لقب بالصديق رضي الله عنه وهذا اشاره الى المرجفين والمشككين والمنكرين إن هذا موقف الصديق وانتم بعد مئات السنين بعد ان اتضحت لكم الادله وظهرت لكم الادله تتبعون اناسا مشككين ومغرضين تتبعون اناسا يعني تلهثون وراء المال اتقوا الله في انفسكم وفي غيركم. طيب ماذا نستفيد من الاسراء وما الحكمه في ان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم اماما بالانبياء في بيت المقدس؟ نعم الاسراء والمعراج يعني فيه فوائد عظيمه اولا لما النبي عليه الصلاه والسلام قلنا اجتمع بالانبياء وصلى بهم اماما وقدمه سيدنا جبريل هذا دليل فضله عليه الصلاه والسلام انه مقدم على الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم الامر الثاني لبيان ان عقيده الانبياء واحده عقيدة الأنبياء واحدة ليس بينهم اختلاف في أمر العقائد الأساس واحد كلهم دعوا الناس إلى لا إله إلا الله والاختلاف فقط بينهم كما قلنا هو في أمور الشرائع كذلك يستفاد من الإسراء والمعراج أن الإنسان مهما اشتد به البلاء ومهما عظمت به المحن لا بد وأن يأتي نصر الله يعني في الآية التي قرأها القارئ فيها قبل الاسراء فيها الحث على الصبر فيها ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينقرون وبيان معيه الله ان معيه الله وتأييد الله ونصرة الله لاوليائه وانبيائه نعم. ان الله مع ال ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون, هم محسنون. نعم. فعلينا ان نتق الله عز وجل كذلك يستفاد من الاسراء والمعراج ان النبي عليه الصلاه والسلام لما كان في اسرائه ونزل بمناطق عده حينما نزل في سيناء جبل الطور هذا المكان المبارك الذي سمع الله فيه سمع سيدنا موسى سمع فيه كلام الله الذاتي الازلي الابدي الذي ليس صوتا ولا حرفا ولا لغه سمعه في هذا المكان في الوادي المقدس كذلك نزل في بيت لحم حيث ولاده عيسى عليه السلام نزل في مدينه نبي الله شعيب نزل في المدينه قبل ان يهاجر اليها وكل مكان يقول له انزل فصل فنزل فصلى قال العلماء هذا يعني فيه اشاره الى جواز تتبع الاماكن المباركه للصلاه عندها والدعاء للصلاه فيها والدعاء عندها كذلك ايضا بيان شرف النبي في البراق لما جيء بالبراق قال فاستصعبت علي لما أراد أن يركب أصابته هزة فسيدنا جبريل أداره وقال له أبي هذا أبي مثلي أتفعل هذا بمحمد قالوا أصابته رج يعني شدة رجفة من التيه والهيام والشوق والهيام وأيضا إشارة إلى أن الأنبياء قد اعطوا القياده للنبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم لقياده عليه البشريه في الدنيا والإحلام. قال وختم بي النبيون صلى الله, صلى الله عليه, عليه وسلم, وسلم. خاتم الانبياء والمرسلين وامامهم صلى الله عليه وسلم الله دكتور الله أه اشكرك شكرا جزيلا على الله هذا اللقاء لكن للاسف الوقت انتهى ان شاء الله لنا لقاءات نعم للحديث عن الاسراء والمعراج. ان شاء الله اشكرك شكرا جزيلا ولنا انا اشكرك شكرا جزيلا ولكن انا هختم الحلقه واتركك مع الساده المشاهدين لتتلو عليهم ايات من الذكر الحكيم. مشاهدينا الكرام ان معجزه الاسراء والمعراج ايه من ايات الله ومعجزه من معجزات الله التي انعم الله بها على انبياء ورسله من قبل فهو الذي رفع ادريس وليسعى وعيسى عليهم السلام بحوله وقوته وها هو قد رفع خاتم النبيين وامام المرسلين صلى الله عليه وسلم ثم اعادوا مره اخرى الى العالمين ليخبر الخلق بقدره الخالق وتبقى معجزه الاسراء والمعراج اختبارا ايمانيا يؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر وتبقى معجزه الاسراء والمعراج رساله الهيه توضح جزاء الصابرين على صبرهم وكانها كانت استجابه من رب رحيم لعبد كريم عندما دعاه فقال: اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس انت ربي ورب المستضعفين الى من تكلني؟ الى ضعيف يتجهمني ام الى عدو تو أمري فكان نعم المولى ونعم النصير مشاهدينا الكرام أترككم مع آيات من الذكر الحكيم بصحبة فضيلة القارئ الشيخ محمد حشيش مولانا تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله 谁谁 <music>